فتحي انا مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا حبيت بس ان انت تكون معانا على الهواء مع كابتن والله. مع كابتن طبعا اللي انا مع كابتن احمد. وانا سعيد والله ان انا معاه يعني، وربنا يكرمه في اللي جاي يا رب ان شاء الله. طيب هو كان طلب تيشيرت واحمد جاب لك تيشيرت وهيكتب لك عليه برضو علشان فتح الحياة كان طالب تيشيرت. كل الحاجات دي على فكرة احنا عملناها دلوقتي على الهوا، يعني احمد ما يعرفش الكلام ده خالص ولسه عارف الكلام ده، واحنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة. يعني فتحي طارق موجود معانا، والحقيقة يعني حاجة محترمة جدا جدا جدا. حبيبي كابتن اسلام، اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا فتحي. حبيبي يا كابتن، حبيبي وتستحق كل التحية، واحنا دايما موجودين معاك وان شاء الله زي ما اتفقنا يوم الاربع ان شاء الله ربنا كرمنا يوم الثلاث ان شاء الله. عشان بكلمك الاربع وانزل انا وكابتن احمد ان شاء الله ونتغدى، لو هو مش فاضي انا هنزل اتغدى معاك. كابتن افضل والله، حبيبي افضل والله يا كابتن. عينيا يا كابتن، ان شاء الله نكسب. انا بشكرك جدا فتحي، ويعني لو احمد عايز تقول اي حاجة لفتحي. انا طبعا سعيد طبعا ان انا موجود معاه النهارده، واتمنى له كده الخير ان شاء الله في اللي جاي لي كده، ويبقى كابتن الفرقه دايما دي اهم حاجه. نثبت على كابتن الفرقه دي اهم حاجه، وكل الخير وكل التوفيق يا رب ان شاء الله. انا وانت حبيبي، ربنا يخليك يا فتحي، تسلم.